انا اسف والله مش قصدي ان كل الاخبار تبقى مزعجه كده، بس يعني هو ده واقعنا ولازم نتعامل معاه. يعني اسواق الدواء في مصر بتشهد ازمه بتتصاعد منذ عده اشهر. الازمه الاقتصاديه في مصر وهي في العالم طبعا، بس مصر ليها نصيبها منها، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بتلقي بظلالها على جميع القطاعات، وواحد من القطاعات دي هو قطاع الدواء. منذ بداية العام ارتفعت أسعار الدواء تحديدا 300 صنف دوائي، بما يعني أن السوق بيعاني من نقص حاد في الأدوية وخاصة المستوردة، لأنه بيواجه صناع الدواء المشكلة التقليدية في أنه سعر الدولار الجمركي عند الاستيراد بيقدر بأقل من قيمته الحقيقية، بما يعني أن احنا فعليا بنبيع الدواء بأقل من تكلفته. فتقول لك طب انا ايه اللي وقع السودا دي؟ نعم انا مش هجيبه. فبتتجه الشركات المستورده لتقليل الكميات اللي بتستوردها كنوع من خفض كميه الخسائر. وبحسب احدث البيانات يوجد في مصر اكثر من 17,000 دواء عقار، 12% منهم مستورد من الخارج ومعظمها لامراض مزمنه. عشان كده قررت هيئه الدواء المصريه رفع اسعار العديد من الادويه خلال الاشهر الماضيه بناء على طلب الشركات، وتجاوزت نسب الزياده 20% من سعر الدواء، وفي بعض الاحيان وصلت ل 50%. وعلى الرغم من ذلك يرى مختصون ان هذه الزيادات بسيطه ولا توازي حجم الزياده في اسعار الخامات ومستلزمات الانتاج ولا الزياده في سعر صرف الدولار، مطالبين بفرض زيادات اكثر وبتسعير الدواء بشكل عادل حتى تتمكن الشركات من توفير كافة أنواع الأدوية. الموضوع كبير ومعقد ومتشعب، لأنه ما انتش عارف بالضبط إحنا رايحين فيه. وقبل ما يجي ضيفي على الهوى خليني بس أقول لحضراتكم، أنا كنت في القاهرة من أيام يعني في الفترة اللي فاتت دي، وفقا رحت أشتري الدواء اللي أنا عادة بشتريه، أنا لقيت نفسي بدفع يمكن مضروب في مرة ونص، ومعظم الأدوية دي بقى الحاجة اللي قلقتني، اللي أنا متعود عليها يقول لي ده ناقص ده ناقص ده ناقص ده ناقص. مصر عادة ما كانش بقى فيها نقص في الأدوية، يمكن يكون دي حاجة مؤقتة، يمكن الموضوع يكون الدولة بتعيد توجيه الأموال، يمكن تكون في اعتماد أكتر. يعني مجرد أن يقولك أن 12% بس من الأدوية اللي في مصر هي المستوردة، فيبقى ده سؤال مهم. دكتور محمود فتوح عضو مجلس إدارة شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية هيجاوب لنا على أسئلتنا. دكتور محمود مساء الخير على حضرتك، وخلينا نقول لحضرتك تلخص لي كده في نقاط إيه هي المشكلة اللي بيواجهها قطاع الدواء في مصر حاليا. تفضل دكتور محمود. هي مساء الخير أولا على حضرتك وعلى المشاهدين. المشكلة الرئيسية في الأدوية البشرية هي التسعيرة الجبرية. دلوقتي كل حاجة في الدولة زادت سعرها وضعفت سعرها إلا الدواء البشري. الدولار كان ب6 جنيه وبعد كده 15، ودلوقتي عدى 30 ومقرب على 40، وفي أدوية ما زادتش سعرها ومتداولة في السوق. تخيل حضرتك لو صاحب بيزنس وبتخسر في الدولة، هتنتجه وانت بتخسر ولا هتستوب هتوقف؟ ده الطبيعي اللي بيحصل. اللي حاصل دلوقتي إن هيئة الدواء بتحاول تزود أسعار الأدوية، جميل، ولكن الزيادات اللي بتزيد لا تواكب أبدا أبدا حجم مضاعفة سعر الدولار. يعني دلوقتي طب ممكن يا دكتور أسألك سؤال، هو إحنا الدواء في مصر بالمعدل ده أرخص من نظيره في الدول الأجنبية بمعدل عالي؟ يعني الفرق كبير؟ هو الدواء المصري أرخص حاجة في العالم كله. أنا بقول لحضرتك إحنا الأدوية لما بنيجي نسعرها إحنا بنخسر فيها، إحنا بنخسر في الدواء، عشان كده في كتير قوي من الادويه ناقصه في السوق، وفي شركات بدات تخرج من السوق المصري، وفي شركات مالتي ناشونال خرجت فعلا، وفي شركات هتخرج. لازم تسعيره عادله للادويه البشريه. الدولار من 15 نط لحاجه ب30، يبقى حضرتك في سعر الدواء اللي كان ب10 يبقى ب20. ده المنطق. انما الدوله وضع عليكم قيود خوفا على المريض، صح؟ بس حضرتك بتقول لي انه هيحصل. اتفضل. مشكلة الدواء منذ الأزل إن أي حاجة في الدنيا ممكن تزيد، البنزين يزيد، الكهرباء تزيد، تيجي عند الدواء ويقول لك أمن قومي. طب ما يا جماعة الأمن القومي إن أنت تسعره تسعيرة عادلة علشان المريض يلاقي الدواء بسعر عادل، يخلي المنتج يقدر ينتج، لأنه لازم يكسب المنتج. لو مش هيكسب والله ما هينتج الدواء.
ولا هيكسب. لا يا دكتور محمود، ده مش بس مش هيكسب، ده كده هيخسر، على لو انا فاهم كلام حضرتك صح. ايوه طبعا بيخسر. احنا في عندنا قرار بيلزمنا ان في خلال 3 سنين مثلا من تاريخ صلاحيه المستحضر لو ما انتجتش على الاقل تشغيله اختاره يسقط. فاحنا بنضطر اسفين واحنا بنخسر في بعض المنتجات اننا ننتجه كل 3 سنين مره علشان ننقذ اختار التسجيل. ده قمه الظلم، ان تجبر على انتاج حاجه وانت بتخسر فيها مش هيخليك تكمل. وفي شركات فعلا يا فندم طلعت من السوق، نرجو بس تسعيره عادله مش طب اكتر. التسعيره العادله دي تكون كام في الميه يا فندم؟ يا فندم هم عاملين كوست شيت، تكلفه لكل مستحضر، يعني مثلا سعر الخامه دي هو معروف عالميا، يعني هيئه الدواء عندها قسم ولجنه خاصه بالتسعيره. احنا شركه الدواء بتقدم الكوست شيت ده وبتقدمه لجنه التسعيره، هم عارفين وعارفين التسعيره العادله كام. للاسف يعني التسعيره العاديه دي، معلش انا دكتور محمود، لو انا بتكلم على دواء مهم وحيوي، حاجه علاقه بالقلب، ليها علاقه بالسكر، ليها علاقه بالضغط، بالكلام ده، الطبيعي ان الدواء يزيد كام في الميه؟ 20%، 50%، 70%؟ حضرتك الدولار كان ب 15، يعني مثلا الدواء لما اتسعر، ما هو في دواء كان متسعر على اساس سعر الدولار ب 6 جنيه من زمان وما زادش سعره، وفي دواء كان متسعر على اساس الدولار كان ب 15. طب الدولار لما كان ب 15 دلوقتي الدولار كان بقى مثلا ب 31، ب 30. يبقى المفروض يزيد قد ايه؟ هيزيد 100%. يعني ماشي، اضرب في 2 هيئه يعني. الدواء، هيئه الدواء حاليا واخده قرار انها تزود الادويه المتداوله في السوق بنسبه 50%. النسبه دي مش هتخلي الشركات برضو تنتج، وهتفضل الازمه موجوده. وعلى فكره يا فندم، الدواء المصري بيبقى ناقص والعميل المصري بيلف عليه ال7 لفات ويدفع مواصلات ويجيب وسايط لزمايله للصيادله عشان يلاقي الدواء، في الاخر ما بيلاقيهوش وبيضطر يجيب المستورد. مثلا لو هو ب 30 محلي، المصري يجيب المستورد ب 300 او ب 500، فهو كده كده بيدفع اضعاف اضعاف. طب ما تخلي الاستثمار حلو في قطاع الدواء المصري وتعمل تسعيره عادله بتواكب الزياده في سعر الدولار. نعم دكتور محمود، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور محمود فتوح، عضو مجلس اداره شعبه الادويه بالاتحاد العام للغرف التجاريه. طبعا انا مش قادر استرسل في الموضوع ده لسبب واحد، انه انا ما اقدرش اطلب من المواطن المصري اللي هو اصلا طالع عينه دلوقتي انه يدفع فلوس اكتر كمان عشان الدواء يغلى. بس في نفس الوقت السؤال، هل هيقدر منتج الدواء في مصر ومستورد الدواء في مصر انه يوفر الدواء بالاسعار الحاليه؟ الدكتور محمود بيقول لك ما ينفعش. عشان كده انا بقول لك، انا كنت في مصر كنت بحاول اشتري ادويه، يقول لك لا ده ناقص، ده مش عارف ايه، مش عارف. طب بديل، يقول لك لا ما حتى البديل مش موجود. فهذه واحده من معضلات الحياه الاقتصاديه في مصر الان.